النهارده معانا مسؤول امن الدوري الاصلي. كنا عايزين نسال سيادتك، الناس بتشتكي من العقبات الامنيه اللي بتقابلها داخل الاستاد. عقبات؟ ايوه، المشاكل اللي بتقابل الناس في الدخول ده لمصلحتهم عشان يحسوا بقيمه الماتش. فعلا. انت فاكر كل حاجه سهله؟ لا. هات لي الواد اللي بينط هناك ده. وهريحك. ايوه. كل الناس بما فيهم انت فاكرين الماتش هيتلعب فين؟ هنا. لا. هنا. تمويه. خدعه. روقوه. هيموت. يعني نروق مع بيبسي طول الدوري. بقول لحضرتك ايه؟ مين ال ده ميكي. لتفرقة الجماهير. عشان كده. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان.